اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه خفيفه ولطيفه، الا وهي هعمل لكم النهارده فراخ في الفرن. طلبت مني كتير، قالوا لي يا سمر احنا عايزين نعمل وصفه فراخ خفيفه في الفرن، وهعمل لكم كسكسي بالخضار جنبها. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه في هذه الوصفه الجميله. اول حاجه هجيب البايركس هنا خليه جنبي، هجيب كوانتي كالعادة، خناقة الكوانتي بتاعت كل حلقة، هجهز جنبي هنا. انا بحب الصراحه احشي الفراخ حاجات يعني اخليها خفيفه قوي، ما بحبش ايه اختراعات فيها. هجيب كده قطعتين بصل، هجيب كرفس طبعا مش هكتر، ثوم، هحتاج بس اجي كده عشان الكاميرا، ههرسه، وكمان واحدة بس هشيل الحتة دي منها، في حتة بايظة. وهقطعه برضو. والجديد بقى والمختلف ان انا هجيب بنجر، انا من عاشقين البنجر، فلقيت بنجر قدامي كده فقلت انا هجيبه واحطه في الفراخ، وبرضو هيديها لون وريحة وطعم يجننه ان شاء الله. حلوين جدا، هيعجبوني. وهنزل البولة دي هنا، وهجيب، هحتاج بقى اعمل هنا خلطة صغيرة كده، انا هشيل دي الثوم ده واشيل دي، وهعمل كالآتي. هحط هنا شوية ملح، وهحط شوية قرفة صغيرين عشان الكاميرا بس، وهحط رشة فلفل اسود، انا هحط كركم، ممكن احط شوية كزبرة ناشفة. معرفش ريحتها جت على بالي. طيب هقلب الخليط ده كويس قوي، وهمسك الفرخة اجيبها، وهبتدي احط من الخليط ده جوه بالراحة كده، وهنزل البصل اللي انا قطعته مع البنجر مع الكرفس والثوم، وهدخلهم جوه. ويا حبذا ويا سلام لو حطينا كمان بنجر ما بين الجلد، ما يستوي هيبتدي اللون الاحمر ده يظهر، هتبقى حاجه لطيفه مختلفه. هدخل في كل حته، طلبت مني كذا مره موضوع اعملي لنا
وصفة فرخة سريعة كده. وبس كده خلصنا الفرخة بتاعتنا، وهقفلها كويس قوي، اهم حاجة بس تقفلها القفلة دي، هنجتفها التكتيفة. في حاجات كده ما بتاخدش معايا في البيت ثواني، اجي هنا على الكاميرا اتعصلج معايا عصلجه، نقعد نتخانق بقى. تمام، نجحنا. بس كده انا هسيبها ناحيتي عشان عايزه البنجر لما يبتدي يستوي لونها يبان. مش مشكلة، هحط البنجراية دي هنا كده، هتفسها وهتخلص من كل ده، واغسل ايدي وامسح هنا عشان انا لمست الجوانتي اللي فيه الفراخ. لمست الجوانتي اللي فيه الفراخ، اللي انا بعمل فيه الفراخ على البلانشة، هحط هنا شوية خل على بال ما اخلص الحلقة، ونغسل البلانشة بتاعتنا عشان الخل مضاد للبكتيريا زي ما انتم كلكم عارفين. دلوقتي هفتح النار، هدخل دي طبعا عايزة اعمل لها الدريسنج بتاعها. انا هرش شوية، مش هعمل لها حاجة ايه يعني هتاخد وقت او كده. انا هرش هنا شوية ملح، وهحط شوية زيت زيتون، وهسيبها في الفرن بقى مع براحتها خالص تعيش حياتها. يعني هي ممكن تاخد لها من 45 دقيقة لساعة على حسب ما نخلصها. أنا دلوقتي هحتاج أحط هنا مية، بس ممكن أشوح بس. الخضار اللي هنا ده، بما إن في لسه وقت للحلقة فمش هجري، كل واحد بقى يخترع شوية. هقطع البصل، تقطيع سريع كده عشوائية. هحطهم هنا، أنا فاكرة إن كان معايا عود كرفس فهحطه. وهحط دلوقتي فص ثوم، انا بحاول بس اطعم الكسكسي اللي انا هعمله. هرميه وهمسح ايدي،
وهبتدي هنا احط رشه زيت صغيره خالص بس كده تشويحه. انا ممكن احط هنا شويه رشه ملح احط شويه قرفه بس مش هحط اكتر من كده. خلاص شوحنا الخضار وهروح اجيب البوله احط فيها الخضار. شوحت البصل والكرفس والثوم مع شويه ملح وشويه قرفه. دلوقتي هنزل بالبسله والجزر نزلهم كلهم طبعا مش عايزين نرمي حاجة. وهقلب تقليبة سريعة ومش هعمل اي حاجة الا لما نرجع من الفصل. استنوني.